يواجه سكان إقليم كردستان موجات البرد الشديدة باللجوء إلى وسائل التدفئة التقليدية باستخدام المدافئ النفطية. تنخفض درجات الحرارة في أربيل لتصل في المناطق الجبلية والقرى البعيدة إلى ما دون الصفر. ثمن اللتر الواحد من نفط التدفئة يزيد على 1000 دينار، كلفة عالية نسبيا. نبيع 20 لترا 24,000 دينار، السعر يزيد أحيانا، هو غالي على الفقير، ولكن ليس بيدنا حل. نقص تجهيز الكهرباء فاقم المشكلة لقلة الاعتماد على المدافئ الكهربائية ومكيفات الهواء. السلطات المحلية خصصت حصصا بأسعار مدعومة للمواطنين وخصوصا سكان القرى النائية، لكنه لا يسد الحاجة. بالأقليم غالي، بس بغداد جماعة المادة 140 قلنا يعني 100 لتر ب 15 دينار، بالمخبور مثلا 100 لتر حكومة أنت ب 15,000، وهنا أنا غالي ماكو، بس هسا حكومة يعني يوزعون ب 200 لتر 104,000 104. تتكرر مطالبات الإقليم لبغداد بإرسال المحروقات وبشمودها بالدعم إسوة بباقي مدن البلاد، فيما يستعين من لا يستطيع شراء نفط التدفئة من سكان القرى بالحطب وخشب الأشجار. تنخفض درجات الحرارة في كردستان فترتفع أسعار وقود التدفئة، معادلة تثقل كهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود في كل شتاء يمر على الإقليم. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.